أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. لا لا لا، وقف عندك وقف عندك، إيش قصدك أنت يعني؟ فهمنا يا أستاذ. إيه ده الله، وبعدين معك أنت يا حرمي، بدنا نتم نحن هيك نقف على الكلمة؟ أنت بتمي وقفتي لي على الكلمة، مرقي لي نهارك على خير. اسمعي يا حرمي، مرقي يومك على خير أحسن لك. ها وقف، اسمع 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 صاير، اسمع أوف. إيش في؟ ليش قولي وقعدتوا شو عم تعملوا هون؟ تعالوا رح قوم، امي وابوي عم يتخانقوا مع بعض. ايوه خناقه مثل كل مره بتصير، هلا هن بعلقوا وبتطقوا براسنا بالاخير. وليش تطق براسنا حبيبي؟ ليش تطق براسنا؟ احنا ايش عملنا؟ ليش؟ تعالوا وراي تعالوا، رح انت اجدب، تعالوا وراي تعالوا. يخرب بيتك، واذا ما عديت يعني ايش رح يصير؟ ايش رح يطلع منك يعني مثلا؟ وين رايح؟ واقف عم بحكي معك، وين رايح انت؟ خلصنا بقى يا حرمي، خلصنا بقى. عم نقلك بس تعمل مشكله، بس لا توقف عند الكلمة تعمل مشكلة. اسا على كل كلمة مشكلة، على كل كلمة. اوف ايش عم تعملي انت عندك هون؟ عم بشرب مي انا بابا. عم تشربي مي؟ قلتي مو اساس انا ما بعرف اتنصتي. بسرعة بدي اياكي تعملي كاسة شاي خلال 3 ثواني، ال3 ثواني تكون عندي، ما في تأخير، فهماني؟ بسرعة يلا يلا يلا، ثواني بس، ثواني تكون عندك، ثواني بس. لسا علي من رايح تشفشينا وجاي تشفشينا يا وقليضا. لحظة انتو يا حلوين، لحد الله عشوف الفيديو ما حط لايك لسا، حط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس. كل شي حدا بحب خدوش خانو يحط لايك واشترك القناة وفعل زر الجرس. لازم نوصل على 300,000 اسرع وقت. شو انا ما بعرف، ما قلتولي عجبتكم قصة جديدة؟ اشتركوا بالقناة وفعل زر الجرس بسرعة. ولي خليني اعمل له شاب يعصب. بسيطة بسيطة، لحظة ايش عم تعملي انت عندك هون وليك؟ اف يعني ايش لكم؟ عم بعمل امي مثلا واقفه جنب الغاز، عم بعمل كاسة شاي. لك انها شاي بطيخ مبسمه، التفتي وراك مالك شايفه المجدة بلد صحون الدنجري؟ اتركي كل شيء من ايدك ومع وشك لهنيك، بتخلصيهم كلياتهم بسرعة. تكرمي امي، بس خليني اخلص كاسة الشاي، بعدين بروح بجيب لك كل شيء تاكليهم. بالله قولك انا صار مليون مرة قلت لما بحكي ما بحب اعيد كلامي، قلت لك بدك تخلصي كل شيء من ايدك بدك تخلصي يعني، فهماني ولا ايش؟ زيو طبعا طبعا، الجري مهم اكثر. مشاش الشاي، مين بده الشاي اصلا؟ انا صحنين مي. لا حول ولا قوه الا بالله، شايفه شلون انت بدك تعملي مشكله؟ عم تدور على مشكله دوارة، بدك اياها تترك كاسه الشاي وتروح تجدي لك الجري. ايه على وين انت تنتبهي لكلامك استاذ، لانه انا ما كنت عم بحكي معك، وبعدين ما بعرف انه عم تعمل لك كاسه الشاي لك، ما بدي اعمل مشكله. ويا سيدي الله كمان بدك تجدي قبل بعدين بدك تعمل لك شاي، ايش رايك؟ يا ستي وانا عم بقول كاسة الشاي رح تصير قبل، ايش شو يعني هالله؟ فهمونا، اجدي جري ولا اعمل كاسة الشاي؟ انت صوتك ما بدي اسمعه طاول. وانا الحق علي اصلا، عيلة متخلفة. بس بدي اعرف ايش صاير لك انت اليوم؟ لا صاير لك يا حرمي، الله يهديك يا احسن شيء. انا الحمد لله رب العالمين هديني، ايش شايفني قدامك مجنونة؟ مجنونة عم بقطع بشعري؟ انا مجنونة مجنونة انا؟ انا ما قلت هيك، انا ما قلت هيك، لا تكذبي على لساني، فهماني؟ ايه ما ضروري تحكي، انا بفهم لحالي. يا سيدي كل ما كلمتك هي ايش رايك؟ هلا مالي بين ارتداك بالبيت ولا لحظه، ورايحه اضب اغراض ورايحه. ايه وبحفظ روحها بلا رجعان. شو شو قلت هلا؟ كنت عم بقول يعني مو هيك كل شغله فمباشرة تروحي تطبي غادك وتروحي يا حرمي، ما بصير تخلي هيك، طولي بالك شوي، تخلي بركي شوي جوا، انت رايحي اعصابي. ايه لا ما حسبت، فشلت ابقى عندك ولا لحظه، رايحه اطبي غادي ورايحه على بيت اهلي. يا رب يا رب تمشي وتروح، يا رب تمشي وتروح واخلص منها يا رب. لا 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 لا، شو حتجي هيك بهالسرعه وبدك تخليها تروح على اساس انت الكبير الواعي، ولك النسوان كرمتين صرافت بس تضحك عليهم، ولك تشتريهم كرمتين حلوين بس؟ على فكره النسوان كثير حنونات يعني، ظبطها ولو؟ قولك تاع بروك انت ما بتعرف شيء، هدول كرمتين امك حفظانتهم على الغايب، كل مره بتيجي بتقولي رايحه اترككم البيت واروح، ولا بتروح ولا بتجي، تدخل جوا وتطلع شوي. انا امنيه حياتي تطلع، بلكي شي نهار بتصدق وبتطلع، بلكي بنبعت ورقه تحسين ومنجيب بنت سوزي لهون وبنسهر سهره من العمر ورقص يا جميل في الساحه. امي طولي بالك والله ما مستاهله، انت بتعرفي يا ابوي عم يعني تتركينا وتروحي؟ ابوي بعصب بسرعه وبهدى بسرعه صدقيني. ماني بالك ترد ولا لحظه، ماني بالك ترد ولا لحظه يا اختيار الجن، مو بده يعيط؟ بسيطه انا بفرجيك يا اختيار الجن. هلا معقول تتركينا وتروحي امي؟ يا الله لك مين بده يعملنا الغداء هلا؟ اخ يا سرمايه يا عم كرش، فعلا اسم على مسمى عم كرش، هلا هذا اللي همك كرشك بس، وانا قلت زعلان عليك، ونرعي لبرا، ونرعي لبرا من خلطي يخرب بيتك.
بابا بابا لحق، امي عم تضل شنطتها وماشيه رايحه هو عن جلها مره. ولك وين بدها تمشي؟ وين بدها تمشي؟ مالك حفظانتيها بتعرفي لامك انت؟ هلا بتكون رجعت كل شيء. تعبك تاعي ماشي، انا رايحه، انا رايحه عشان ترتاحوا، عشان ترتاح انت كمان حجي بسيطه. والله لا اروح لمحل تفوا الدنيا كلها تمتعوني بسيطة. هي هي علينا، هذا هو الموشح والكلمات تبعات كل مرة. حفظناهن على الغايب أمي. شايفة؟ شايفة؟ لك حتى أولادك حفظوك على الغايب، حتى أولادك حفظوا الموشح تبعك هذا اللي تيجي بتطرقينا إياه كل مرة وعلى الفاضي، ولا بتروحي ولا بتجي. طير لجوا فضي جدايتك بقى يا حرمي، لك فوتي لجوا لا تخلي عالي يزن عليك ها. قولي أنا لهالدرجة مكشوفة؟ يخرب بيته شلون بدي أقنعهم؟ لازم يصدقوا. إي لا لا أنا ما أنا مرة ما عم بحكي هيك بس. هالمرة أنا رايحة عن جد. يلا أنا رايحة، أنا رايحة. بابا 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 لا تخليها تروح لعمي، لا تخليها تروح لعمي. لك ما مش هالشي جوا في مسح وتنظيف كتير، بعدين غسيل ملان بده يغسلوا كل هاد، وبعدين أمي بتروح بدي تطبخ لنا. يعني اليوم إيش بدنا نتغدى نحن مثلا؟ وراح أنت بقرة، وراح أنت تشمي، وراح أنت شندي، وراح أنت أسميكي حمار وحش. وراح أنت ما بتوبي، ما بتوبي. الحق أنا بحكي كرمالك. إيه روحي بيكون احسن. يخرب بيت بابوجك، لك حتى وانت طالعه من البيت بدها تضربي كمان. يخرب بيتك من حواليك. لحظه شوي يا حرمي. نعم حجي، ايش بدك؟ مستعجله كثير لانه انا هلا اكيد بده يصارحني وبده يرجعني على البيت، ما بده يخليني اطلع برا. اكيد بده يصارحني بس انا ما بتصارح بالسهل، انا كرامتي فوق كل شيء. لانه ايش بدك حجي؟ استعجل ماني فاضي. لانه انا قولك انا بدي اسالك، اخذتي اغراض مكفوكي ولا اروح اجيب لك شنطاي كبيرة؟ لانه شنطايتك هاي صغيرة ما بتسع اغراض كتير. قولي 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 امكم تحول يا اولاد، امكم بلاش تتحول من باعي بالعزة. انا حق عليك بدي اطمن عليكي. بسيطة يا حجي، بسيطة يا حجي، انا بفرجيك بسيطة. وانتي وليك هاتي فردة بابوج، هاتي فردة بابوج، انا رايحة. هاتي امي، امي لا تروح تركينا، لا تروح تركينا امي. ومالي رجعت لكم طويل، خليكم تصيروا بحصرتي فهمانين بحصرتي. اوف لحق بابا لحق، راحت عن جد ها. قولي امي، امي تصرف بابا، تصرف بسرعة. خليهم خليهم بيستاهلوا، اكيد رح يموتوا من دوني، اكيد رح يموتوا من دوني. لا لا ام عبادة لا، وين رحت تركتينا؟ وين رحت تركتينا هيك؟ عجبكم هيك؟ عجبكم ايش بدنا نعمل مبلاها؟ نحن ايش بدنا نعمل من بلاها هلا؟ طبعا انتو عارفين ايش بدنا نعمل هلا. ولو عيب عليك حجي، متجهزين لكل شيء نحن. شغلنا شوف يا بنت، شغلنا اغاني. كباري مباشرة. لك اصبر، لك جابها لهون، جابها لايدي. مسكي خدوجة، رجعيها المطبخ، رجعيها. ام عبادة يخرب بيتك، انتي جابك لهون مع اساس رحتي؟ راسي داخلكم، داخلكم اولاد دحقوني راسي. ولي بلا هلا كلياته صار مرضى، كله صار مرضى. مو اللي عمل حاله نايم، واللي عمل حاله اجنبي بسيطة. انا حيوان فيكم شغل اغاني، اعترف بسرعة. يخرب بيتكم كلياتكم عم تقشوا علي، هالصوت مالكم عراق. انا بس كذابين امي، ولا كذابين عم يضحكوا عليكي. قولي قولي اوعك امي، اوعك تقلبي علي. قولي بطلع الحاره، بلم عليكي كل اهل الحاره، بقطع شعرها. اخ يا عندان اخ. ايه وين بدك تروحي مني؟ تعي اقول لك. ايه ايه عبادة روحي له، روحي له. بنت قليل التربية، في بنت امها رايحة تروح تشغل اغاني بترقص. قليل التربية روحي له اضربيها. لك يا ولاد
ما كنتوا ملاحظين انه امكم طولت جوا كتير؟ لك ايه والله، شكلها خدوج ماتت بين ايديها. اوري دخلكم دخلكم يا ناس، امي جوا عم تاكلني. دخلكم دخلكم. اوري اوري ابي ابي بدو يبالي ابي 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 يا رب دخيلك. صار دوركم. شو؟ بمين بتحبوها بلش؟ ايوه بمين بدها تبلش؟ شكلها بدها تتسلى فينا واحد وحيد. معبده شوفي شوفي، انا وانت عشرة عمر، مشان تصدقيني هدول ولادك، هدول ولادك الملاعين. انت طلعتي من هون راح اشغل اغاني سيرقصوا، انا قلت لهم يا ولادي ما بصير، انكم طلعت زعلانه ما بصير، ما ردوا علي صار يرقصوا، انا رجال كبير كبيرك هون ما طلع بايدي شيء يا حرمه، فهدول الله ولادك. ايش بدك اعملي معهم؟ طب شيهم كسر، ايش بدك اعملي؟ انا رايح شوي تحت او تحسين كعب الصخري، ايش بده ما بعرف. يا برجع يا اما مستحيل ترجع تشوفي وجهي طاول. قولي امي امي والله ابوي كذاب، هو ايش شغل اغاني معنا؟ حتى اسالي مجوده، صح مجوده؟ اخ يا وطي، هلا كان هون، وين هرب؟ وين راح؟ هس انا هلا بقول لك وين راح، تعال اقول لك. قولي